ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هنعمل مع بعض طاجن او برام الرز المعمر. طريقه سهله وبسيطه هتعجبكم جدا، من انجح ومن اظبط الطرق والوصفات للطاجن الرز المعمر. حلوه جدا جدا ومظبوطه من كل النواحي. الرز مفلفل مش معجن خالص، طريه وهشه، طعمها حلو جدا جدا ومظبوطه في كل حاجه. اتبعوا معايا نفس الخطوات ونفس المكونات وهتظبط معاكم جدا. لو اول مره تشوفوني اسمي نرمين، تابعوني ويلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. انا جبت طاجن متوسط، حطيت عليه معلقه كبيره من السمنه البلدي. في الوصفه دي هتستخدمي سمنه بلدي او زبده بلدي او زبده نيوزيلندي، بلاش اي حاجه صناعيه او مهدرجه عشان تظبط معاكي الطعم. حطيت عليهم 3 كوبايات من الرز المغسول وبس، ما نقعتوش خالص، مغسول وبس. كوبايه الا ربع من السكر، تزودي او تقللي زي ما تحبي، ورشه ملح عشان تظبط الطعم. هنقلبهم مع بعض كويس. بعد كده هنحط معلقه تاني من السمنه البلدي، هنقلبها كويس قوي مع الرز بالشكل ده كده. واختياري بقى، حطي مكسرات زي ما انت عاوزه او ما تحطيش براحتك، او ممكن زبيب. وقطعت معاه كمان قطع صغيره من التمر، تدي طعم حلو جدا 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 للوصفه، كمان بتدي فايده اكتر ليكي ولاولادك. هتوزعيها على الوش بالشكل ده كده كويس. وهتجيبي لتر من اللبن البارد، ما يكونش سخن خالص، هتحطيه عليها بالشكل ده كده. بعد كده اهم حاجه في الوصفه دي هي الزبادي. جبت زبادي قلبتها كويس عشان تبقى سهل عليا في التوزيع. الزبادي دي كانت صغيره فاستخدمت واحده، كمان تقدري تستخدمي واحده كبيره اللي هي ال 105 جرام. هتحطيها على الوش بالشكل ده وتوزعيها كويس. هتوزعي كمان عليها علبه من القشطه، او حطي اقل زي ما تحبي، لو حابه تحطي معلقتين ثلاثه حسب حجم البرام وحسب ما انت شايفه قدامك تكون متوزعه كويس. هتوزعيها كويس بالشكل ده كده. وهتجيبي بقى طبق عندك او اي حاجه تقدري تغطي بيها الطاجن او البرام بتاعك، وتسيبيه منقوعه فيه لمده ساعه واحده بس عشان تاخد من طعم المكونات وكمان تبقى طعمها احلى. بعد ساعه هتشيليها وتكوني مسيحه معلقتين كبار من السمنه البلدي، وتحطيها على الوش بالشكل ده كده وتوزعيها كويس، وتدخليها الفرن في درجه حراره 180 درجه لمده حوالي تلت ساعه، او لما تلاقي بدات الرز بدا يشرب السوائل بتاعته هتقفلي عليه الفرن وتشغلي الشوايه من فوق لحد ما تاخد لون بالشكل ده كده. زي ما انتم شايفين حلوه جدا 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 شكلا وطعما، والرز مستوي جدا جدا جدا، هتعجبكم قوي قوي قوي. نفذوا بس كل الخطوات اللي فيها والمكونات بالظبط وهتعجبكم جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، تكون الطريقه سهله بالنسبه لكم، واشتركوا في قناتي لو ما اشتركتوش، وما تنسوش اللايك والشير، واستنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.